دكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعه واستصلاح الاراضي اعلن موافقه المملكه الاردنيه الهاشميه على رفع الحظر على استيراد البطاطس المصريه. وزير الزراعه قال في بيان صحفي انه تم التنسيق مع الجانب الاردني على ان يتم الاستيراد من المناطق الخاليه من مرض العفن البني والمتعمده او المعتمده للتصدير الى الاتحاد الاوروبي، ده بالاضافه لارفاق نتيجه الفحص المعملي وشهاده تحليل العينات المعتمده من مصر مع الشحنه واللي بتثبت خلو الشحنه من بكتيريا العفن البني. كانت المملكة الأردنية الهاشمية اتخذت قرار بتعليق استيراد البطاطس المصرية في يونيو 2016 حتى نجحت مفاوضات وزارة الزراعة معها في إلغاء هذا القرار.